ورسول الله لكم. أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات؟ عندو كمودو سويت وستنا ويس هياو كمودو سويت وستنا بدون إلى كنزف قال فإني الأموات أنا مواش مني أنا كمواش وستنا فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام نقرب رسول الأمين السلام بردلي وقل إن سعدا يقول لك نقرب سعد إلى هل يا رسول الله هي إيه مضحك ولكن ميداي كنتو يموت سو بيو انديت نو متوك سوال ايموتو لرسول الامين يالاچون فكر يساچون ولتا بموت كله كفلو يتوطى يمسلاچو موتان ايه سو يموت كسبا بلاي انغري كلهم يچالوتن يال اوردو بتال يساتوتن ماسب عند سو لا يينيال ترباربو اروت إيه سوكم بموتهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جزاء يساتشون ولتا يكفل أي مسلو حقيقة ما يمسلو الساتشون الجنة مشير لعذر قوكونا يا الزقاد موتا الجنة مشاهد يا رسول الله بايمتو الله ساتشون مريتين يعذر قوكونا يا الزقاد إيه إن شرف كبر عقين إن الزين بتاريك يتوسع هيكتلم إن رسول الله النقر اللي يعني. سعد منه سعد بن ربيع إله أنت ملك تنيا يا رسول الله جزاك الله عني بأنيس قد داي داي الله أنت ملك كام جزائك فله بالوالد يعني ولا هداية يا إسلام النور اندست فهي ولا إسلام قدانا اندقى باصل عربكم في وقت إن إسلام اندست سوى صلاة الركون يا رسول الله لذي ولده الله جزاك فلوته يلا السعد بله نقار اللي خير ما جزى نبيا عن أمته عند النبي لأمه وككفلوا جزاء يتشال مركامون يا رسول الله لرسو الله يكفلوا بل علم نقابين حزبو تشين مهيدة سلام تا سعد بن ربي سلام إلى تشوها البلاد تشونا عندو سعد عون ياستنك أتشوها الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم عند تشجر بيرس باتشو نانت بهيوت يالاتشو الله زند من المكنيات اندري لاتشو نقراتشو علينا روحو وطاتشا عصير من ميبال عبر الثالي من ميبال السن لموت ايالا لرسولته كان من قبل يعرضون عليه الاسلام فيأبى اسمنا انت قبل ايالا تنبيل لبريسا انا فقال ان هذا بسير ما جاء تدوتا كلمة طول ما توزع أروحه بقى ليموت تقول تقول فان ليموت يعني اللي قصة رسول الله سيري ما عليه تنادي لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الأمر اسمنا عند ما يفعل لك الناقة لا بس ممكن أن تلا نوني متى عنه من اللي هذا رجع متى من اللي هذا فما صار من اللي جاء لك سيري من اللي هذا رجع متى عنده حزب الشيء سيقودو يطلع دولا سيور دباتش على إن بره لهزبو تشيلة ما بكرنو يمتعو أمر الله في الإسلام ويستسم النان فنجهنو يمتعو كذا في دان سلم وقال بالرغبة في الإسلام يهزبو تشيلة دولا سيور سيور إسلام نارك آمنت بالله ورسوله بالله أنه بملك تنيو أمنو ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصاب لما ترون كذا አሁን የደረሰብኝ ችግር እስኪደርስብኝ ድረስ ከእሳቸው ጎን ሁኝ ተጋደልኩኛል ተዋጋው አልዩ ከዛ ወማተ ሚኖት ወዲያው ነው ይህን ተናግሮ ቁርፍ ወጣ ፈዘከሩ ሊረሱል ላህ ስለ ላሁ ለ ሰላም ያ ረሱል ላህ አብሰይሪ ምኮ ዛን ቢያለን አሁን እኮ መጦ ወድቆ አየ ነው ከዛ ለምን መጣ ብለን ስንጠይቀው ላ በአላህ እና በመልእክተኛው አምኝ ነው أساتشونم لما دقف سنو سكمت الرشو سعاد يتقادر كتالة كزاكو متعلاج رسول الله من منار فقال هو من أهل الجنة إيه جنة سولو كجنة سوو توستنو قال أبو ريرا منار ولم يصلي لله صلاة قبط عندم صلاة لالله سجل كذلك سلم الله كسلم وعلم يصلاة التالي رسل باتشو الله سلم
ገባ ተጋደለ ቦታ ምን የሚያማር ኢየሱስ አልኢስላም የጁቡ ማቀም ደሆነ ኢስላም በምትሰምበት ሰዓት ከመስለም ከማመን በፊት ያሉ ወንጀሎችን ያፋል ኢስላም ወደስምና ሰዎች ሲገቡ ለክ ከናታቸው እንደወጡ ንጹህ ነው የሚሆኑት ኢየሱስ ከዛ በፊት የነበረውን ወንጀል ታጠበ ማለት ነው ሻሃዳ ያዘ ምን ነገር ዱንያዊ ጣጣ ሳይገባ ምንም ነገር ሳያጋጥሞ ሸሂድ ነው ደግሞ ሞተ የሞተ ደግሞ በሸሂድነት ንጹህ ሆኖ በሸሂድነት ሞተ አስቀና ለዚህ ነው አቡ ሁረይራ ወለም ይሰልል ኢላ ሰላተን ቀጥ አንድ ሰላት ለአላህ ሳይሰግድ قزمان ببال السوداء بوزاو كقسرينيوچ وس اغينوت وجدو في الجرح قزمان وكان طرقات القتال الابطال يجبنا انت بجبنا انت جبنا جبناهم اللي تغادلوا لبيتشاو قتلوا واحد وسبعة وثمانية من المشركين سبعة وثمانية توتشين قدوا بيتشاو وجدوه قد اخبثته الجراح بكى ايه قلاتو الكمون قسلو اغينوت ወደ በኒ ዶፈር የሚባሉ ወደዛ ተሸክሞት ሄዱ። ወበሽራው ሙስሊሙን አይሉ ሀሉት ሙስሊሙንና እሱ ግን والله اني قاتلت الا على حساب قومي እኔ ለህዝቦቼ ወገኖቼ እንዳይጎዱ ብዬ ነው የተጋደልኩት እንጂ ስምና ብዬ አይደለም። الله ሂዳያ ካልፈለገልህ ደግሞ እንጂ ወሮዳክ ማቃተት ኤባን ማርጋደል ነበር ለኢስላም ይያርል ወገኖች ሲጠቁ አላየን ብየ ነው ያባራን አላደርጎ እንም እስተጀብ የጅራ በጣም ይሄ ጉዳቱ የደረሰበት እንትኑ በጣም ሲጠረክርበት ራሱን አውቆ ገደለ ኢማን ለቢዮን አይከሰተ ሰባ ወጣ ከዛ በላይ ተው የቆሰሉ ሰዎች ይሄ ስሜት አይሰማቸው ለምን እያንዳንዷ ቁስል ለአላህ ተብላ የተደረገች እንደሆነ ስለሚያውቁ በእያንዳንዷ የደም እንጥብጣቤ አላህ ዘንድ ደረጃቸው ከፍ እንደሚል ያውቃሉ። ስለዚህ ተስፋ አይቆርጡም። ሞራላቸው ከፍ ይላል። ደረጃቸውን አላህ ዘንድ ያያሉ። ሳይሞቱ ዱንያ ላይ ሆነው የጀነትን ሽታ ያሸጣሉ። እንደና አንስ እንነበር። እንዴት አሹ ሙሪህ አልጀና ዶራ ሐልብሎ ገብቶ ለይመኖራቸውን ሳቅ እንደሞተ ራሱን ገደለ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረሱላህ ይቆል ኢዛ ዱክ እስለሱ ሰው የሳቸው ጋር ሲያነሱ እንደው ምን አህሪ እንዳልባው እሳት ነው وهذا هو مصير المقاتل في سبيل الوطنيه او في سبيل اي في او في اي سبيل سواء ذلك كلمات الله وان قاتلوا وان قاتلوا تحت لواء الاسلام بل وفي جيش الرسول والصحابه يا ايجان داندوسو فصامو انجي له ميورو لماننت معنات لبهير لبوسا ايتبالي يميكفل مسوافنت مترشاو يساتو سويو باسلام ارما سو هونو بيغادلنطا في لبيت مياسايو مندنو በኢስላም ስም ነው የሚንቀሳቀሰው ነገር ግን የሚዋደቀው ለብሄሩ ለጎሳው ለሆነ ተልካሻ ፕሮግራምና ዓላማ እንደዚህ ሆኖ የሚዋደቁ ሰዎች በረሱልላህ በሱሐቦቹ ጦር ውስጥ እንኳን ቢሆኑ የጀነት አይሆኑ ፈማባሉ ካውንማ አሁንም አላህ ዓለም ሐቂቃ የኢኽላስ ነገር ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እናቃለን ኢዘን እያንዳንዱ መጨረሻው እንዲህ ነው የሚሆነው አለማችንን አሁን እያወቅን ያደረ አገራችንን ለተሌላ ቦታ ዲን አለው ብለህ ተስፋ እንድታረግበት ሰው በሆነ የጎሰኝነት ቦታ ውስጥ ተወሽቆ ታገኘዋለህ። ስንት ተስፋ ታደርግበትና እንደው ካለው በችግር ምክንያት ነው ያወጣኛል ብለህ ተስፋ ታረጋለህ እንደ ሰውኛ። ራሱን ለማውጣት ሲንገዳገር ታየዋለህ። ባልሆነ ሸማ ውስጥ ተከቦ ማለት እኮ ወይ ለብይ ሩስ ይከራከር ወይ ደውለ ጉሳ ሲዋደቅ ታይዋል ግን በእስላም ፍላስፍ አይወለም እህ ግልጽ እህ እስላም ነው አለ ብለ መሰለ
الرسول الأمين يا بيت كنا دعوها فإنها ممتنة إيه تنبلون يا بيت لبير موالك لبير سيلو موجك هيوة مسلا يسترنج إيه بعدت يعان عنده بير زي مولين جدل عندي أنا يا رجل مي جوا شو عم تشيل ملكته بدل يسترنج سن النعم يسترنج جوش كبير براي ناتشو الله سيفد راتشو يانتم بير لما لا ليلاون وجنهن وندمن ما تقف مجدل سب إنه المركز إسلام ملكته ما استمر عيدنا يوم أنا الإسلام سر على اللي بيتقعد جل كوتاره يوتون سن زوجين قدرنا يا سبات الناس من تمشيك بس من ترى يالو زوجين كونوا يعطيك أنا يقدر جل ما ترى شال على الإسلام على اللي بيني يود دكوت يتوعد دكوت راسي وقالوا جسيك تكون على ما يتنا وعلى يا من ملفات كنت عندنا سعد بن ربيعة عينته قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملك تسكم أسترالي الرسول كما كايهدو السوية مدينة سو أنصار قال كنبركم بس إنما ثياغتنينا ودنور قول على مرني النبي من مبارك جزاك شون على كف بلو أيام وتا لرسول الأمين دعايا للرجاء أيام وتا وقالوا كني يستنك قادفة من يغطر من أين تسئلنا من لا بسوا على ما تقولون سلطة تلك ما الله يدرسن بس من ناتشن يميلوا سوج كان نسو يتشونون من دي تارقون دمي فتشو صلى الله عليه وسلم عاهم نبقى حتى من فلسطين لك ليه رأوا مبوت علي يمن لاتهم من يبقى كاكرة مساقة يدرسون قب يتمام تمرن سلطنا ما يميلوا عقاناتو تشكونا تشو سلمن دنيا يقولوا يا إيمان نور مستعجل على سلالين أو كي شغل عند النسو عينة سمعنا يالو يتمو عنا يسوي تلمت مياك وليلنا ملت كرا كرا قيم بجيب لا يفجع عاقل عند رسمته من انبارا لك البت أما يفكر مستارا وچن هلو أوضتو يفجع وين جاله من دلنا وين مسلم علينا وين نسو البروغرام متكاومو علينا نتعنت مبت اللي ما لتقولوا يوم شرتنا ما لتنو نزي عين نتنقروج بإسلام تراسر ستون قل يسوي جن ما ننتاك الله الله يسوي جن سيفتر بمن أين تأقوى من يهل أكبرون دفتر وسلم منتاك الله يكبرون أكال أتندوم زندر بذكر يسوي جي الله قنبنا يسوي جن مقدر يا الله انجنب منار يا الله انجنب منار جنبه وانجنب من يحيى كف عن دونا الله في السدرس لازلنا انجن سو يا ربنا وانجن مبدل بمدر لا يالو سواتشن بمولو مبدل نقول الإسلام يستمر فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا عند النفس جن هي وندت ون يا الرجل بمدر لا يالو سواتشن بمولو هي وندا الرجل إسلام. يعني تزيدش يوريش من ده لايك الزات قادرة يعني تشين يوريش كتر هزب مي متألك على الله. السام بيرو تشين بكل هذا جملة من هذا. كلهم سمعنا له. يسوع جوج بزي درجة عند يسمون الله من يسمو. كلهم يسوع جوج بكل ما سمو. بكل من هذا ما تعبت شغل. بكل حال كان ديابو لما جاء الله شو يقول. يا ريت اسلام بيعرف عالم لا له كل وقت انقطوا حتى طلعت تاريخ هناك النبار طيب انا انزي هنا قالت انه سويتش لكبراتشو لغوصاتشو لتكماتشو لسلطاناتشو بلو ميواجبوا كونا اخيرا كنتو لم يكبرت ايهون يا الله انو الديتا كسور جوش كبر لاجن يتكلم كونا إيمان هني إذا ستورك أنت المذكر ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء الله يروح حياء ونجوالا عند ربي مرزقون فرحين بما أعطاهم الله من فضله بطعام كل استنيوش نجو إلى الله بستعجو بستعجو من كام نجر فرحين بما أعطاهم الله يستفشرون أجاوب نجوالا أنا أنزيهون هيلو هيلو وعلى عكس
من هذا كان في القتلى رجل من يهودي بثقان يلمك يهودو جس عند كبني ثعلب يهون سو نبا فمواجه جس قال لقوم يا معشر يهود الناس يهودو جوي والله لقد علمت أن نصر محمد عليكم حق بزيت أرنت لي محمد إنيا مردات عالم الله شو بزيت ما بارد السن مردات بيني أنا جديت أمورن تاك الله شو سرزي ترسو محمد إن النرد عليه قال إن اليوم يوم السبت يا كلامي كان النواب يام ديلو كنو ذلك هو كلامي نو عارض قال لا سبت لكم الله كلامي أتوني أسطع شو مالتهم سبت من يبار سبت كان ديان نارك من عند من يبار وما له ذلك كلامي نو لا أراشن لا لما ملاطفون رسول سيتكو انجلي أمره يمتان شجر يمتان طلعت أمره يكراكروا النسو الذي متى رسول الله من كن نسو يكراكروا لا شو مدينة أستقيت السعر واتشو يعني هي كل اللي قال شو ده مافرس بذلك ما الدنيا ما شو مافرس ما بيعد شو لا جد كن نسو عندك مو ده اللي زين السبب وتشال سلام الله من سلام ما يتنين لك الزبا فيه أربعة كاتشو محمد اللي مسلي الناس وانا استمر ياتو تدبكو متو أدين عبد الله مسلم كيف فيكو عبد الله مسلم إن أنتو سنة هو استمر ياتشنو يمر ياتشن ليجنو يتكبرنو يتكبر سو ليجنو ينو كابوت كابوت إن بيسال مسار ياتو حاشا لله مع الله رب الله يتبكو عند سفين السنة تسمى الله يتبكو انزلوا بكار እናንተ ሁሉት መሐመድ ሐቅ እንደሆነ መልእክተኛ እንደሆነ ታውቃላችሁ እኔንም እንደኝ እንደዚያ ሰው ስለሞ እኔ ሰለም ያለው ሲል ይሄ ውሸታም ይውሸታም ልጅ እዛው እዛው ወራዳ ይወራዳ ልጅ አለት ክብር የተከበረ የተከበረ ሰው ልጅ ነው እሱንም አባቱንም በቃ መጨፍጨፍ ያዙ ይሄ እንዲህ ነው እንዲህ السم مجمرة يا رسول إن اليهود قوم بغض وشت عمنا شو سلزي مجمرة يعني مسلم سايعكو عم كنا تأيقوا عجوا على شو نا تأيقوا عجوا إيا وقل على من كبر ونبتون كتنا قروا على أسوسي وطاقين آيا أنا 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 نسو وش دمو نسو معنا أنا نو أي 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 شارم والله فأخذ سيفه سيفهم تدقونهم سيقونهم يزو وطا يسو يهودا وقال إن أصبت أرجع لجسد منكم فما لي يا محمد نبرتي بمولو يا محمد مالو أي نبرتي يا محمد مالو مالو الشماء توصف يسمع به ما شاء يفلقون يا ذلك بنبرتي يفلقون وراشا ثم غدا فقاتل أحد تنستو وطا فقال دلموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيني خير يهودنا يكسر كيهودو تشوس من كامو صلى كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهداء اوچين يتسووتن قواد تشاتشو عندما يتذكروا اشرف رسول الله على الشهداء فقال انا شهيد على هؤلاء لان ذي سوج اني امسكر الله تعالى إنه ما من جريح يجرح في سبيل الله إلا والله يبعثه يوم القيامة إلا والله يبعث يوم القيامة يدمى جرح اللون لون الدم والريح وريح المسك محمد إنه ما من جريح يجرح في الله لا الله بلو ما من يومه قسر هذا قال يمي درسلت يمت قسر يندان دعا قوسلت في سبيل الله الله سبحانه إلا والله يبعثه يوم القيامة الله يوم القيامة يكسر كسوان يوم ما جرح ياو يسوي يوم قوسلو دم إيان تباطنا اللون لون الدم ستاع يوم القيامة دم يد كدر دم والريح ريح المسك نقل قل عندما نيوم دم أيضا دم يمسك شتا يزونه منك ساك دمو يتنتبه يشتا شتا وقل يمسكه
ይሄ የሸሂዶች ምልክት ነው። ነገ የውመል ቂያማ ሲነሱ ለአላህ ብለው ደማቸውን እንዳንጠባጠቡ አላህ ዘንድ ይዘው ይነሳሉ። ታሳፍ ምን ይዘን የአላህ ፊት ነው ቆሙ ብላችሁ ታስባላችሁ? ይህን ስንሰማ በተለይ በኺያና ኢስላምን አዋርደን በጣም ወንጀሎቻችን በዝተው እኒህ ሰዎች ጋር እኩል ስንቆም አያሳፍረው? እነሱን እኛም ያው ያው አላህ ፊት ነው ምንቆመው ስንንቀሳቀስ። አላህ ፊት ሲቆም ያው ጌታ ለአንተ ስል ይሄው እንዲሁኝ ያለው የተቆረጠውን እጁን ይዞ ቁስሉን ይዞ ደሙ እየተንጠባጠበ ምስክር እኮ አያስፈልገው። ይቆማል፣ እሱን እኛም እንቆማለን አብረን አላህ ረብ ለዘት ይወጀናል። እነሱ ለኢስላም ሲሉስ ይሄ ኑር ብርሃን ለሰው ልጆች መልካም እንዲደርስ የኢስላም ብርሃን ለሰው ልጆች እንዲደርስ መተን የሚቻል በላይ ከፍለው፣ እኛ ደግሞ የያዝነውን ብርሃን ለሰው ልጆች ከማድረስ መጥፎ ገጽታን እያሳየን ሰዎች ወደ ኢስላም እንዳይመጡ እንኳን መከላከል ያዘን። ልዩነቱ ምንድን? መጥፎ እንኳን መስራት በተው መልካሙን መስራት ቀርቶ ቢያንስ መጥፎ መስራታችን እንዲያቆም። ድሮ ሀገራችን ላይ ነው እስላም ነው አማራ ገንዘብ የሚያስቀምጡት ማን ጋር ነው? እስላም ይግደለኝ እስላም እያለ ይባላል። ያ ክብር አሁን የት ገባ? ለምን ይጠፋል? ያንኑ ላኢላሃ ኢለላህ ልን ያዝ ነው ያንኑ ዲን አለን የአባቶቻችን ዲን አለን። እነሱ እንኳን አባቶቻችን ስለ ኢስላም ብዙ ሳይማሩ ነው ኢስላምን አላህን ረሱሉን አሚንን ሰሃቦችን አፍቅረው የኖሩ። እኛ ግን አሁን እውቀቱ በዛ መሰል በዩቱብም ታገኛለህ፣ በቴሌግራሙም ታገኛለህ፣ በሁሉም ቦታ ታገኛለህ። እውቀቱ ተንተከተከ መሰል እና መረጃ መሰብሰብ ብቻ ሆነ ተግባራችን። ተግባር አላህ በተግባር ከሚዋቡ ሰዎች አለ። አሚን በ ወካኑ ራሱ ምን ሰሓበቲ ቀድ ነቀሉ ቀትለው ሚለ መዲና። የተወሰኑ ሰዎች የተገደሉባቸውን ሰዎች ወደ መዲና ወስደው ነበረ እና ረሱል አሚን መልሷቸው አሉ። እዛው የተገደሉበት ቦታ ላይ ነው ፈየድፊኑነሁም ፊ መባጅዕሂም እዛው ቦታ ላይ መከበራል። ወአላ ይውሰዱ አላ የቅሲሎ ይውሰዱ መታጠብም የለባቸው እና በዛው በለበሱት ልብስ ነው ሸሂድ ስትሆን በዛው በተጨማለቀ ልብስ በተቀዳደደ ወደች ልብስ ነው የምትቀባ አፈር ጋር የምትቀባ። ወአየድፊኑ ከማሁም ቢትያቢህም ባዕደ ነዝል ልሐዲድ እርጅሉ የጦር ልብሳቸውን ብረታቸውን ምናምን አውጡ ሌላውን ግን እንዳነቁ ወካነ ዩትፈኑ ልትነይን ወተላሳ ፊልቀብር ልዋሒድ ሁለት ሶስት ሰዎች በአንድ ቀብር ውስጥ ይቀበሩ ነው። ሁለት ሰዎች በአንድ ልብስ ጠፍቶ ሁለቱ በአንድ ከፍን ተደርገው ያን ጊዜ ቀብር ማስታወስ ወየቁሉ አዩም አክተሩ አክዘን ልቁርአን አንዳንድ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለት ሰዎች መጥተው የትኛውን የተሻለ ቁርአን ይቀራ ብዙ ቁርአን የሀፈዘው የቱ ነው ይላሉ። ሱረት በቀራ አንዱ ሱረት በቀራ አሊ ኢምራን ስለዚህ የተሻለ የሀፈዘውን ቀድሚያ ወደ ልሕድ ያስገቡታል። ሁለቱም ያው ያሙከ ይገባል። ቀጥሎ ግን ቁርአንን ለቀሩ ሰዎች ያለ ክብር ልጆቻችንን ይህን ክብር ብናስተምራቸው ከምንም የተሻለ የት ይደርሱልን ነበር። ስለ ዶክትሬት፣ ስለ ፕሮፌሰርነት፣ ስለ ሳይንቲስትነት የምትሰብከውን የእሱን ሩብ ቁርአን መቅራት አላህ ዘንድ ያለውን ደረጃ ብትነግረው ብትሸልመው የት ይደርሳል? አናደርግም እኮ ሁላችንም። ልጅ የተነስቶ ምን ሆን ትፈልጋለ ሲ ዶክተር ነዋ አለ ምድ በኩራት እኔ ቃሪ ቁርአን የሚል ልጅ አለ። እኔማ ቁርአን መቅራት ቁርአን በደንብ አለኛ ቃሪ ሁኜ ሰዎችን ማቅራት የሚል ልጅ አለ? ይሄ አፈዙት እንኳን አይሉ አንድ ግር ግማ ስለ ቁርአኑ ደረጃ ሹፍ ረሱል ልአሚን በሞት ህይወታቸውን ፊ ሰቢልላ በአላህ መንገድ ላይ የተነጠቁ ሰዎችን ቀብር ለማስገባት የተሻለ ቁርአን የቀረውን ቀብር ውስጥ ቅድሚያ ለማስገባት እንጂ ከሁለቱም አንድ ቦታ ነው። ግን በተገኘው አጋጣሚ እንኳን ቁርአንን የያዙ ሰዎች ደረጃ ለመግለጽ ረሱሉ አሚን እድሉን አያሳልፍም። አያችሁ፣ ይህን የሰማ ወላጅ ልጆቹ ቁርአን እንዳይቀሩ እንቅፋት ይሆናል።
لكن كيت انت لك لا سمعت لو ناديت حيا ولكن لحياة لمن تنادي أنا. فإذا أشار إلى رجل قدمه في الله آي هي تشارة قبطة قالواتشو ياس قدمان وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم الكامة أيام لا نتشون قبر سياس قبو يوم الكامة نزي أنا لنزي سوت مسكاري نجيلا مسكاري نجي مسكر الله تشوالو يجنة نجيوركو مسكاري رسول أمين أستاذ مسكر الله يسافر عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن حرام أن عمرو بن جموح ما عندك أبروس عندي كبروا أرجو رسول الله لما دون ذلك قال لي ما كان بينهما من المحبة تتأمن وارد من البرولات يدري يفك أن براتش بس بس أي يدري يفك أن براتش ولا تصحوش عندي ما عندي كبر عندي جموع أرجو رسول الله أمين عبد الله بن عمرو بن حرام أن عمرو بن جموح ما عندك كبر أرجو حنظلة كذبوا على جنازة أسكرينون أبطوط يا حنزلة هذا قالوا فلقوت سفلقوت فوجدوا في ناحية فوق الأرض يبقر منه الماء بعند بكل بعند بمريت بعند بجربع بكل كمريت كف بلو كلاو لاو وهاية انطلال طلال الحمد لله يبقى عندما يمسان رسول الأمين فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عند الملائكة تغزيه الملائكة تشكو ياتبوت مارو زما الله ايانداً دنيا يجيت أموره بقاعد عيرسا كذا ماهر حنظرة مستنع فوتني تو مشرة حي على الجهاز يبال مستن تتو رسول الله قاهيدا قومي لالك أنت تهجبا تهجدنا جناب أمور من ديتهم يقول الله أبقى رأي ما اللي أبقى تلالهم هنن الله لرسول الله باين يا الله نكتايا كذا هو سو مال كمستو تنترو كمشرا مستو مال تنترو سايتا تم لإسلام سين لمودك إما تاسو الله هيرسم الله يمان دين ولد هيرسم يمسر أو ملكام سلام الله عاتفا إن الله لا يضيع أجرا ولا يحسن يملكام سوى تشسر الله بفسهم آيات أفا سيسو جنال هنا شهيدنا شهيدنا متكبرون دزوبان لهبتنا قريسون دليلو تشوار لهم جنابا كيفيستو قاعد نتادرقو سايتا تم ليوتا سازي الله ليا كبرو ملايكو تشن لكو عطا بس هوش متاتر عايش لما تجمر سووش اندزان دون ما عابو ملايكو تشو سياتكو ترسول آمين هيرو لا تنيكو سيبارا بيتونا كان يقا تنيتون بركزا يهونه ودي جهاد تري مي تاران سو سمنا وطا زي ما هو ده كان تشاتو الله من ذا الرب بزي اذا سم قال سبع اهله فيهم لا بس يقولوا لا تيجوا بيت سوتو من دون تاك الله تشوا فصاروا مستو تيجوا فاخبرتهم الخبر ومن هنا سمي حنظله غسيل الملائكه كذاك اذا جمرو حنظله غسيل الملائكه بمن يتوقع بملائكة يتحدث بمعنته حمزة نهي جزي رسول الأمين ولما رأى ما بحمزة عمي وآخيه من الرضا عبوت هاتشو بطوس جاكمو واندم هاتشو عبرو كان ديت غنبوت اشتد حزمه اتعام يا رسول الأمين حازن تكازي هاتشو اتعام تأنك وحيل النياز وجاءت عمته صفية تريد أن تنظر أخاها يا رسول الأمين عكس صفية متو وعندما كان عمزاً لمايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله ابن الزبير أن يسير زبير لجاتشو يصفي يعني أن داتاي كالكلاتها لا ترى ما بأخيها سونتان شون قرار طوتا يا حمزة يعني اهتنات ستاي مستن لا تنسميت فقالت فقالت لما لأنه ما تكلم لم ننم عليه وقد بلغني أقل مقبل بآخر أقل لكم درسوا إنه وأن دمي لاي يا إذا رسوا تشكر إن درسوا بتكوا أقل له حمزة لاي يا درسوا تنبجر أقل له لم تكلم وذلك في الله لا الله مرال اللي هي ولا أي إيمان تنكر إهد
هتوتشارجين أصلا. وذلك في الله فما أرضانا بما كان من ذلك. بس إذا مونيا لست هنوتنا إيه هنو تشكر لنا مكان إلى رسل بل دمان سينو لا الله سينو لست هنوتنا لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله. هي بس إذا مو صبر أدرقي الله زند التسع الصلاة لو الله قالوا كنا تنستعرق قالوا تشكرين لنا مالك فزارت أشفى أتتفى فما ضربت إليه عليك سجلت شبت فصدت علي دعت دعا رجلت واسترجعت صر إنا لله وإنا إليه راجعون عليك كزام استغفار هذا الرجل وانجلنا الله عندي مرو دعا هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم كزام عبد الله بن جحش قا أبرو عندي كبر عزل ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفنه مع عبد الله مع عبد الله بن جحش وكان إيه عبد الله بن جحش دمه يهتو الجنبرة ابن أخته وآخاه من الرضاعة ووبته تندقمه وندم ما تشوش منبره. ابن مسعود من قالوا عبد الله بن مسعود ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قط أشد من بكاي على حمزة لحمزة بن عبد المطلب يالب كسوة ياهل رسول الله سيالب سعيتنا أنك عند السويت أنا كره لكسو عالك سعيتنا أنك قبل من البيت حمزة عن تاريخهم بلن بتاقوتين خلاقوا قاتشوا وقت من يعهد لرسول الآمين مكفى عندنا من يعهد جاقنا عندما كسان شو كبر ما يسيب كلا عكار مكونا أبو جهل عبر روتي ولس والإسلام يقبو كذا ولك إبلا أسك أمتوت ثم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة وقول مقومنا حتى سيالكسو به يدم دمس سيلك اسمي وطاو دمس عجون انسى ما نبر كبول على رسول الله صلى الله عليه وسلم لطم ان هيني مسا وكان منظر الشهداء مريعا جدا لطم لطم يا دس ما يلنا قبل نبر الشهيد والشلاي يتقدر السوو شلاي تفسمو رادنا حمزة خباب من قالوا سيكبروا عند برجا بيتشان البرايه نبراتشو عند برجا مات عند جابي نجر مات كوتا ويجاب دزا إذا جينا على راس ليس عذر بوبت تنش كم هنا أجرات شيء جلسا وين ودا مصاب بسيارة بدمو راس شيء جلسا كذا الخير من بال نجر الله أجرون به الخير تكلمتنا خلايا اللون كفل شفنوت كبرت عبد الرحمن بن عوف من قالوا مصعب عندي عائلة نجر كعبد الرحمن جوز كل ما مصعب بن عمير نبر وهو خير مني مصعب بن عمير كان يتشال نبر عليه مصعب كان يتشال وهو تجدل على من عبد الرحمن بن عوف كذا بعد تركنه يا مصعب تاريخ بتاعنا ما يصدر الرسول عليه الصلاة والسلام دار الكسوة كذا بيجي نجر يا جوان لنا بعد ترك تكل لوت وكفنا في بردة إن غطي رأسه بدأت رجلا رأسه سيشافنه تقول شيء جلس عنه وإن غطي رجلا وبدأ رأسه وده تحرك وده دعي سيارة بوتن كذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نقر رأسه كلا يعلم كفر بجرك وشافنه تنا للا بس أغلب بس أغلب كبر بطاعت شدو لاي الخير من يبال ለተማንኩ አንዳንድ ነው ይሄ ሽታ ያለው ጥሩ ሽታ ያለው ነው በሱ ታክለላችሁ ከባሉታል እና خباب وروى مثل ذلك عن خباب وفيه فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم غط بها راسه وجعل عن رجليه ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليروتشم سوتش دي هنا نبر جه يزي بلو مصعب بن عمير رسول الله عز ونبر غط بها راسه وجعله على رجله الإبخير إبخير من بالهم كذل أبرو لا يشفونه تنى كلا يالون سونتون بجركو تقربو تار بس دي عينة تنيتا رسول أمين صلوات الله وسلامه عليه الزا وتالي صحابو تشاتشو عندي كبرو هنا يبدر طرنات بس دي هونيتا تفتسنا معلتنا كذبو على نبي محمد صلى الله عليه وسلم الزا هنو الله أن يعود سبات هيدا تارده فقط أي السنة ما يتم كرادا
الله رب العزة والجلال سنتو كم يترك مسوي تشادر بينا نحن نسمات بتشار الله مستاجين قلباتين عندما بمن نسمونا قرب يمين لوت الله يدر قدر مستاجين قلباتين مستعلم قوشاشا نقرب بمولو الله يوت ألم عندما ترون نقرب إذنتون روح الراهيون بقلبو تشاجين مستعلم يسقبان لنا شكاني مدفون عرماني منتن توستاجين الله يوت ألم حقيقة يا رسول الأمين وديتا قلباتين مستعلمين قبا الله يدر قدر الله يا الله وديتا قلباتين مستعلم اللهم إنا نسألك حبك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عملي نقربنا إلى حبك يا حي يا قيوم اللهم احفظنا بالإسلام قائمين اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين اللهم احفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت من الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الفضل والإحسان برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا عقل من ذلك على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.